في إطار انطلاق موسم الاستياف لسنة 2023، اتخذت شرطة الجزائر عاصمة جملة من الإجراءات الأمنية لضمان راحة المصطافين من خلال تسخير كل الوسائل المادية وكذا التعداد البشري الذي يتضمن فرق الأمن العمومي وفرق الشرطة القضائية بالزي الرسمي والمدني، وهذا للسهر على حفظ النظام العام من خلال تكريس ضوابط السلامة المرورية وردع كل المخالفات ومحاربة الحظائر العشوائية مع تطهير الطريق العمومي ومواجهة كل أشكال الجريمة، إضافة إلى ضمان توافد العائلات بما فيها أماكن تسلية وترفيه. كنشوفوا هنا الأمن متوفر كما هكا شوية نحسوا بالراحة، ماشي لينا حنايا كليجان، ولا نحسوا بالراحة للعائلات للدر الصغار للمجتمع. ما شاء الله لا بوليس راهم خدمين خدمة تاعهم ما شاء الله، عندنا هنا ورانا اون فامي الله قايمين والحماية ثاني ما شاء الله، شوفي دراري يعوموا ما شاء الله.